يا شيخ أنت من وين؟ من لبنان. وماذا تحب في أمريكا؟ ما حبيت فيها شيء قبل ما يا شيخ أنت من وين؟ أنا من ليبيا. وهل تحب الأكل الأمريكي؟ لا لا أحب الأكل الأمريكي لكن أحبك أنت. جزاك الله أحبك أكت. أنا من السودان. هل تفضل حياة هنا أو في بلدك؟ أفضل الحياة هنا. يا شيخ أنت من وين؟ أنا من المغرب. هل تحب أمريكا؟ أمريكا بلدي ثاني. ما شاء الله. يا طيب من أين أنت؟ أنا من الأردن. وكم عمرك؟ أنا 15. وهل زرت بلدك؟ نعم. تحب أمريكا أو بلدك أكثر؟ بلدي. ما شاء الله. من أين أنت؟ أنا من اليمن. ما شاء الله. وكم لك في أمريكا؟ 5 سنوات. ما شاء الله. وما تعبت من أمريكا؟ لا لا أمريكا ممتاز. ما شاء الله. ما شاء الله. أحلى دولة زي الأم يعني.